اني اخلي الثريد دوت لو انا مثلا شغلت في مره على بروسيسور زيرو، المره الجايه لما احاول ارنه احاول بره ارنه على بروسيسور زيرو. بحاول لو عرفت لو بروسيسور زيرو ده فاضي. وايه الفكره فعلا؟ ان انت لو عندك كذا بروسيسور يبقى انت ممكن ترن على واحد فيهم بس مش شغال تاني خالص. دي حاجه اليوزر ما يقدرش يتكلم فيها؟ مش يبقى احسن لو هو الديفلوبر يقدر يعمل حاجه اسمها سيت اكونت. دي الجيمز القديم. اه بالظبط. دلوقتي الجيمز بتعمل بتشتغلنا على يعني الاكس بوكس فيه 3 4 بروسيسور حاجه كده. اه يعني كل بروسيسور بيعمل حاجه. الديفلوبر يقدر يتحكم هو عاوز يرن على اي بروسيسور. حاجه اسمها سيت اكونت. كل ما كريت ثريد تقول انا عاوز الافريت بتاعتك بروسيسور 0 بروسيسور 1 بروسيسور 2 تقدر تسيت. بس الابلكيشن بتاعتي مش ويندوز. مش عارف الابلكيشن بتاعك. باي ديفولت لو انا عندي ابلكيشن لو الويندوز بيران بروسيس وفيها مالتيبل ثريدز ده اوريدي بيعمله لما بيوزع ثريدز على البروسيسورز. اه ما هي يا دكتور اللي بيقولوا الجيم السبيشال كيس بتاعت الجيم. اه والجيم هي وان ثريد الجيم القديم. ده لو بتكلم بس لو انا عامل مالتيبل ثريدز ابلكيشن او مالتيبل ثريد بروسيس ممكن اوريدي الويندوز بيديني طول ما في بروسيسور فاضي. الويندوز بيمانج كل حاجه. الويندوز بيمانج الثريدنج يعني هل في ميزه ان انا اقول كديفلوبر ان انا اساين الثريد ده في البروسيسور ده البروسيسور ده ساعات ممكن يطلع عليك بصراحه اكتر المالتي كور ديفيجن. الناس اللي عاوزه فعلا انا في نفس اللحظه اللي بران فيها ثريد على بروسيسور معين انا عاوز ثريد تاني يكون بيرن على بروسيسور تاني وعاوز دوت طول الوقت اساين البروسيسور ده وطول الوقت طول الوقت اساين البروسيسور ده. يعني بساعد انا شايف ان الشكل بتاعي انا شايف ومش جرانتيد. تمام ومش جرانتيد. طيب هو هل ممكن يعني انا بديفلوب مثلا وانا شايف ان هو مثلا زي ده بروسيسور 1 وده بروسيسور 0 هل انا ممكن اعمل تشيك جوه الثريد اعرف لو الاثنين شغالين على نفس البروسيسور ولا لا؟ اه اكيد هينفع. انا بس اعملها بكل مود متاكد بصراحه مش فاهم دلوقتي وين سيك ممكن تعملها بس متهيألي يعني ايه سي اس ار اس اس تو ديكسي؟ ال 162 سب سيستم هو الانترفيس ما بين اليوزر مود وكل مود. دايما شغال ده اللي جربت فيه الحقيقه ان انا عم بحاول اعمل له ويند تاسك وزهقت لما لقيته كراش. بيستخدم كيرنل 62 دي ال ال اليوزر 62 دي ال ال والجي دي اي 62 دي ال. عنده كمان حاجه اسمها وين 62 كي دوت سيس. ال 162 كي دوت سيس كان برضه في اليوزر مود اي حاجه دوت سيس على فكره اكسكيوتبل عادي خالص. بس كل حاجه ديفرنت اكستنشن. يعني الدرايفرز اكسكيوتبلز بس ديفرنت اكستنشن لو دوت سيس عشان تبقى عارف بس انها درايفرز. فعندي ال 162 كده كان في يوزر مود وبعدين غيروه بعد كده تقريبا من 84 غيروه لكيرن مود. عشان كده كمان لما البرفورمانس بتاع ال 83.1 كان اليوزر مود بتاعهم اليوزر انترفيس بتاعهم ما بقاش كده كان دوت في يوزر مود ساعتها. عندي من لوجن دي اكس اي ده لوجن بروسس سيرفيسز دي اكس اي اللي هو سيرفيس كنترول مانجر. السيرفيسز دي اكس اي هي دي البروسيس المسؤوله عن كريتنج اذر بروسيسز ات ستارت اب تايم اللي اسمها سيرفيس. السيرفيسز دي اكس اي هي ريسبونسبل انها ترن اذر سيرفيسز او اذر بروسيسز ات ستارت اب تايم اللي اسمها سيرفيس. معنى كده ان اي سيرفيس عندي هي عباره عن بروسيس. السيرفيس هي بروسيس. البروسيس مش لازم تبقى سيرفيس بس السيرفيس هي سبيشال بروسيس بس مش اكتر. ال NSS LSA SS DXC اللي هو ال Local Security Authentication System وده اللي بيعمل Authentication Security Authentication اللي بياخد يوزر نيم وباسورد يتشيكها على الداتابيس يشوف هل هي صح ولا غلط. ده ال SS. كده تقريبا
ديف لوجو ريفيو على السيستم ويندوز اركتكتشر. احد كيرنل اركتكتشر بقى سوري الكيرنل كومبوننتس اللي في الاكسكيوتيف هو الاي او سيستم، واحد اهمهم. ايه هو الاي او سيستم؟ يعني ايه اي او سيستم؟ يعني ايه انبوت اوت؟ هي كوميونيكيشن ما بين اليوزر وبين الاوبريتنج سيستم وبين الهاردوير. مش بالضروره يكون ماوس وكيبورد وسكرين، مش هي دي بس انبوت اوت. الهارد ديسك ده انبوت اوت، السبيكر ده انبوت اوت، الكوميونيكيشن على النتورك ده انبوت اوت. الاي او موديل زي ما شفناها زي ما وريتكم الاي او مانجر كان تحتيه الفلترز، تحتيه الفايل سيستمز، تحتيه الديفايس درايفرز. الاي او مانجر بيلت ذس واي، الاي او موديل بيلت ذس واي عشان يبقى اكستنسيف، عشان اقدر ازود فيه بعد كده. انا اقدر احط لير في اي حاجه فوق او تحت اي حاجه فيه بحيث ان انا ازود حاجه زياده، زي مثلا اللي عملوه في حاجه اسمها انكربشن فايل سيستم. في فايل سيستم نزلوه اسمه انكربشن فايل سيستم. الكريبشن فايل سيستم دوت بيليه تحت الفايل سيستمز بينكريبت وديكريبت قبل ما يروح على الديسك، بس مش اكتر. هي دي وظيفته. لولا الموديل دوت الامبلمنتيشن بتاع الدرايفر دوت ان هو ينزل ما بين الفايل سيستمز والفوليوم مانجر ما كانش ده حصل. الاي او موديل كمان بيسبورت لك النوتيفيكيشنز واللوجن والايفنت فيور لوجن، بيسبورت لك تريسنج، تقدر تعمل تريس. يعني تقدر في الكرنل اقول له انا عاوز اعمل تريس مثلا الكوماند فلان، ويطلع لي اوت فايل في الفانكشنز اللي لها بالبارامترز. وحاجه كمان الاي او سيستم هي عملها انه السبب برضه ان هو خلاها ليرد، انا عاوز يبقى سينكرونس. انا عاوز الاي او مانجر يقدر في نفس الوقت يمدح كذا مره، يعمل يبعت كذا انبوت اوتبوت ريكوست لكذا حد تحتيه. حاجه كمان ده فوق فيستا، انك دلوقتي معظم اليو ايز بتسبورت الكنسليشن. انت لو كان بتحاول تفتح نتورك فايل مثلا من نوت باد والنتورك فايل ده اتطول معاك، في الاكس بي ما كانش ينفع تكنسل، ما كانش في ظروف كنسل، ده كان بيبقى ديسيبلد. في فيستا كنسل ينفع تعمله. طيب احد اهم حاجات في الاي او سيستم بتاعنا الاي او مانج. الاي او سيستم ما بيتكونش بس من اي او مانج. الاي او سيستم فيه لسه بلاج اند بلاي مانج، في باور مانج، بلاج اند بلاي اللي بيمانج لما تحط يو اس بي فلاش مثلا ولا حاجه بيقول لك انا في حاجه جت، حاجه وصلت، بيقول الاي او مانج حاجه وصلت، عرفه على ان هو ديفايس درايفر، عرفه الديفايس درايفر بتاعه. الباور مانجر هو اللي بيمانج الباور بتاع الديفايس بتاعتي. انا النهارده لما بعمل سليب، يعني ايه سليب؟ سليب دي مود في الباور بتاعتي، باور مود عندي. عندنا في الويندوز خمسه باور مود تقريبا او اربعه باور مود. واحد لاربعه بنستخدم منهم ثلاثه، دي 3 ودي 4 ودي 1. دي 1 فولي فانكشنال، دي 4 معناها ان هو شت داون، دي 3 اللي هو سليب. اللي هو انا كايند اوف ان بتوين، انا بلسن بس مينيمم فانكشناليتي. الاي او مانجر زي ما قلنا هو المين كومبوننت اللي في الاي او سيستم. ال 132 اي بي ايز اكسس الاي او مانجر عن طريق ويندوز اي بي ايز زي كريت فايل، ريد فايل، رايت فايل، باك اب ريد، رايت ريد، رايت ريد، رايت باك اب. هو الانترفيس ما بين السيستم ما بين اليوزر ابلكيشن ما بين ويندوز اي بي ايز بتاعتي وبين تحتيه وبين الديفايس درايفرز وبين الفايل سيستمز وبين الكرنل وبين الهارد ديسك بتاعي. طيب هما الديفايس درايفرز ايه موقعهم من الموضوع؟ ما انا في الاول في الاخر الهارد ديسك دوت لو عندي هارد ديسك مثلا او عندي كاميرا ما ليها الديفايس درايفر، طب ايه موقعها؟ ايه لازمتها؟ لو الاي مانجر هو اللي بيبعت الريكوست. الديفايس درايفر هو اللي بياخد الكوماند من الاي او مانجر ويبعته بالطريقه اللي فاهمها للهاردوير دوت.